من وجع الحرب خلقوا إرادة قوية وحاربوا من أجل السلام وشو في أقوى من الكلمة والفن لنتسلح فيهن وننزل على ساحة الحرب نخنق الحرب ونخلق السلام رئيس جمعية محاربون من أجل السلام الأستاذ زياد صعب رح يخبرنا عن أهداف هالجمعية أهلا وسهلا فيك صباح الخير يسعد صباحك رح أحكي شوي صغيري بس عن كيف تأسس الجمعية بالأول أكيد. اللي <applause> كان اول سؤال بدي اسالك يا شكلك حافظ الدرس هي <applause> هي الجمعيه أه تاسست على اثر الاحداث اللي حصلت بطرابلس بين جبل محسن وباب التباني أم كنا مجموعه أه شباب اذا بعد تعتبريني شاب يعني كنا مجموعه <applause> شباب الله عليك أه عم نشتغل سوا أه بتجمع أه اسمه وحدتنا وخلاصنا نعم وهيدا التجمع نشأ بال2008 على اثر شي اللي صار ببيروت 7 ايار تحت محاولة تثبيت السلم الاهلي بلبنان نعم. بس صارت الاحداث بطرابلس بال2012 فاربكتنا اربكنا الموضوع وكنا خايفين انه تتجدد الحرب الاهلية عن جديد كانت هيك المؤشرات بالنسبة لنا نعم. فدعينا لنشوف بالبورد تبع هيئه التنسيق تبع محطتنا خلاص هنا هيئه التنسيق لنشوف شو ممكن نعمل ونحن عملنا ايش اكتشفنا بعض اكتشفنا انه خمسه من اصل ثمانيه بهيئة التنسيق كانوا محاربين سابقين ما كنا بنعرف اسم منا كان بيعرف واحد او اثنين بس اسم منا ما بنعرف بعضنا انه كنا مقاتلين فكنا التقينا بهذا المحل آه قررنا نعمل مؤتمر صحفي المؤتمر الصحفي وجهنا نداء نداء من مقاتلي الامس الى مقاتلي اليوم آه نقول لهم فيه ما تكرروا باختصار عم بحكي ما تكرروا تجربتنا وما تكرروا المآسي اللي نحن جزء من المسؤولين عن هالماسي اللي حصلت بالبلد واذا اذا بدي اربطها شوي صغيره باليوم باليوم بتصور انه آه اليوم اللي عم نشهده بالبلد هو شبيه. من موروثات الحرب الاهليه لانه بس خلصت الحرب ما صار في مصالحه وطنيه حقيقيه وبالتالي ما صار في انطلاق للبنان جديد، صار في تقسيم محاصصه تقسيم الكيك بين بين اللي كانوا متحاربين وهذا اللي صار، هذا اللي صار وصلنا لهيدا الشيء اللي عم نشهده اليوم بكل الاحوال هو الخمسه بعد اربع سنين شغل مع بعض صرنا حوالي خمسين شخص الباك آه جراوند من مختلف الباك جراوند السياسي ومن مختلف آه كمان الطبقي والطائفي مم. ف آه وكل المقاتلين عددهم حوالي خمسة و15 بيس اكتيفز يعني ناشطين نعم. آه من اجل السلام اللي عم نشتغل مع بعض آه ف بالتاكيد نحن ما عم نحاول نعمل حزب جديد اول شيء حتى لو قررنا نعمل ما بنقدر لانه الباك جراوند السياسي مختلف مم. الأهمية هذا الموضوع نقدم قوة مثال انه أه نحن مختلفين مع بعض بالمواقف السياسية في امكانيه لاواسم مشترك كثير كبيره وفي امكانيه يشتغل سوا مع بعض وبقول لك باختصار انه لو نلتقي خلال فتره الحرب بالتاكيد كانوا قالوا اللي انتسبوا للجمعيه لانه حدا كان قتل الثاني يعني فهل قد كنا نعم. مواجهين بعض هلا انتوا ظهرتوا سالمين من الحرب يعني اذا بنطلع هيك بنقول انه الحمد لله على سلامة مرقت الحرب وظهرتوا و... و... معافين بس قد تركت اثار وندوب بداخلكم هيدا الحرب بتصور الانطباع لانه مبين هيك انطباع خاطئ ما في حدا طلع سالم من الحرب عم بحكي عن ال يمكن المت... سلامي <applause> جسدية إنه آه ما زلنا بنقدر نحكي هي وبنقدر هيدا بس إنه هيدا الموضوع بدي اقوله تعبير معشعش بالراس صح هون فما تفكري يعني بعد كل جلسة حوارية عم نقدم أهم شي عم نقدم فيه هو التستموني يعني شهاداتنا الحية صح آه للطلاب وللشباب اللي منع تكرار التجربة كل مرة بس نخلص آه هيدا ما بينتهي وقت تخلص الندوة أو الديالوك سيشن أو ما بيخلص وقتها، بعد ما يروح واحد على البيت بترجع كل الذكريات وكل شيء كان حامله من المو... موروثات الحرب الأهلية بترجع بتنط تصير قاعدة معنا على الطاولة نعم. فهيدا ما هيدا منه سهل الحرب بيكون فيها انتصارات يعني عادة لما تن... تنتهي بنشوف الزعماء عم ينتصروا عم وعبين... بيحتفلوا بس هل هي فعلا بالنهاية بس تنتهي من بعد الخسائر بتكون انتصار؟ خليني افرق ما بين الحقوق وما بين الحروب أه الحقوق اللي, أه اللي هيدي السلام ما بيعني الاستسلام والسلام ما بيعني التخلي عن الحقوق المقاومه عن الحقوق يعني المقاومه جزء من الحقوق م. بس هاي المقاومه مش كل شيء شعار يعني اوكي يعني ففي حقوق ل للناس أه السؤال كيف بتوصل الى الحقوق اذا بواسطه العنف في استحاله حتى لو اوهمتي حالك انه انت فيك تحققيها بالعنف مش ممكن تحققيها لانه اللي بيجي انتصارات اللي بتيجي بالعنف بتروح بعنف مضاد دائما دائما هيك علمنا التاريخ صح ااا آه آه وش بالنسبه لنا عاملين قراءه نقديه لتجربتنا كل حدا منا عامل هذه القراءه ومكتشف وبتصور بتج... كمان مش بس من تجاربنا الشخصيه كمان من تجارب العالم انه في استحاله انه حدا ينتصر بالحرب نعم. الحروب بتترك جروح وكدمات بالانسان وعم بحكي عن الجانب مش بس الجسدي عن الجانب النفسي عند كل حدا وبالمجتمع كمان فالمجتمع <applause> ما في يرجع يوقف على إجراي بدون ما نرجع نطلع بالماضي بلكي بعقل الحاضر مشان المستقبل نعم. <applause> وهذا اللي عم نحاول نسويه مش هاويين بس ننبش جروح الماضي مش مش هذا هو الموضوع الموضوع انه كيف ما منكرر التجربه ولحتى ما نكررها ما نعمل مثل الحدن الشاطر اللي بيخبي الغبره تحت السجاده <applause> فإذا ما قدرنا نعمل هيك يعني ما قدرنا ننطلق بعقل الحاضر للماضي بعقل الحاضر ما قدرنا ننظر له بعقل الحاضر مشان المستقبل بنكون ماشي عم عم ننكأ جراح نعم. وبس هالقد نعم اما اذا بخبرك شو صرنا عاملين يعني من اكيد الفهمي. رح نحكي بس قبل بدي اسالك حضرتك خبرتني انه حضرتكم من مختلف الطوائف والانتماءات توحدتوا شو هي اللغه اللي حملتوها اللي وحدتكم توحدتوا عليها لتحكوا فيها ولاي فئه بتتوجهوا؟ بقول لك انه شيء المتفقين عليه اكيد هيدا المتفقين عليه جمله سحريه من ثلاث كلمات العنف ليس حلا <applause> لانه مكتشفين انه العنف ليس حلا في امكانيه نحكي مع بعضنا نحن مختلفين نعم. اذا انا وانت متأكد متاكدين من بعضنا انه ما بنستخدم وسائل عنفيه بوج بعض والهدف موحد فبالتالي ما ما بنستخ يعني بنقدر نحط كل اوراقنا وخلافاتنا على الطاوله بدون مخاوفنا نعم فهيدا اللي جمعنا مع بعض مقتنعين كلنا انه مسار العنف ما ممكن يكون حل فبدنا نفتش ما ملاقيين كل الاجوبه عم نفتش على الطرق البديله <applause> <applause> كيف وصلتوا كيف عم بتعلموا الناس او عم بتوصلوا للناس انه العنف ما بيوصل لشيء وانه نحن بدنا السلام ما بدنا الحرب باي طريقه شو هي الاساليب اللي عم تستخدموها هل تعملوا ندوات مؤتمرات مسرحيات كيف ممكن توصلوا للناس اكثر من طول، اكثر من خيار عم اداه اذا بدك عم نستخدمها أه الاهم او الصحن اذا بدك الاساس الطبق الاساسي هو أه نقد تجربتنا يعني كل حدا عم بيعمل نقد تجربتنا عبر يعني الشدات الحية وعم نتقصد بس نروح على سنوية او على جامعه او على عند نادي او اي حدا يعني اكثر شيء بتروحوا على الجيل الجديد يعني الطلاب هذا الهدف تبعنا نعم. هيدا الهدف تبعنا هن الشباب لأنه, لانه, هن المستقبل وهن اللي اساس الدينامو مثل ما بيقولوا دينامو المجتمع يعني اكيد اكيد ومقتنعين فيه آه بس أقولك السبب الرئيسي بالموضوع لانه من تجربتنا كان المتوسط العمري تبعنا باللي بس حملنا سلاح في فتره الحرب الاهليه كان بيتراوح بين ال 14 وال 16 سنه فهيدا الجيل اللي هو مستعد يعمل كل شيء مشان الافكار حتى لو صح. كانت بدائيه لما الأفكار. يتبنى فكره بده يحارب آه. من اجلها للمستقبل مشان هيك التارجت تبعنا هيدا هيدا الجيل نعم. ومش معناتها ما في عندنا تارجت ثاني المحاربين السابقين نفسهم هلا ه... ممكن هيدا الجيل ياثر كمان على اهله يعني بالعائله او اهله بيأثروا عليه اثنين <applause> يعني القصه خط روحه ورجعه يعني مش مش بس واحد وعم نكتشف هلا انه الجيل الشاب هلا الشباب هلا سابقين باشواط وخاصه بهذه الظروف طريقه التفكير طريقه العلاقه طريقه المعرفه ما كان نحن متوفرنا هذه الوسائط المعرفيه اللي كانت اللي هلا موجوده بايدين الشباب بس إلك، كنت عم بجاوبك <متحدث> عن كنت عن... لما تروحوا على الجامعات وتعاملوا ف... ف... انا عم نستخدم هاي عم نستخدم افلامه الوثائقيه عبر الاورال هيستوري التاريخ الشفهي <متحدث> أه... واللي هيدي بتبقى للارشيف للناس والتاريخ الشفهي هون مش بالضروره بيمتلك الحقيقه لانه كل حدا منا بشايف نفس القضيه بزاويه مختلفه <متحدث> بيبقى عم يوصف لك الحدث و... وانطباعاته عنه من أكتر من اكثر من زاويه ومجموعه هول ما بيعملوا الحقيقه مش بالضروره يعملوا الحقيقه مه. لانه في بدك تشوفيه لل... تشوف القصه من فوق ومن من تحت ومن كل الجوانب من كل الزوايا فعم نستخدم المسرح بتعاون مع مؤسسه اسمها لبن الايماء هون بتعملوا عروض ايمائيه ايه آه آه هاي مؤسسه عم نشتغل نحن وياها من... من وقت اللي تاسسنا بمسرح اسمه المسرح التفاعلي او مسرح اعاده تمثيل فتقريبا صار معمول حوالي يمكن 30 40 عرض برايك هيدا هيدا الاسلوب كتير بكون مؤثر <applause> بالناس وخصوصا المسرح يعني لما يكون ايمائي ويحمل وجع وي من هو ويترجم تفاعلي وجع تفاعلي والمقصود فيه هو اعاده تمثيل روايات الناس <applause> يعني القصة بي بينطلب من الناس انه تحكي طبعا في محفزات بالاول ليقدروا يبلشوا يحكوا وما نعتقد نحن انه بس يبلش الواحد يحكي بالببليك بالعلن ببلش التروما تخف عنده هذا شكل من اشكال المعالجة اذا بفضفض بفضفض يحكي وبياخد مسار وهيك نحن كبرت الجمعيه يعني واحدة من الوسائل استخدمت لحتى استقطبنا ناس اضافيين على الجمعيه وبقول لك انه المحاربين اللي عم نستقطبهم مش عم نعمل نادي يعني مش كلاب لحملة السلاح بالسابق هودي ناس لحد هلا لانه انتهت الحرب بالطريقه اللي انتهت فيها وما صار في اعاده دمج اجتماعي للمقاتلين السابقين فكل حدا منه بعده بين هلالين الزعيم بالمنطقه نعم. يا الزعيم بالحي يا الزعيم بالبنايه اللي دافع عن الحي والمنطقه والشارع وبقى هيك هول اذا بيعملوا تغيير بيقدروا يعملوا تغيير كمان عن مجموعات اكبر من الناس نعم. لذلك هني الهدف تبعنا وقت اللي بندعي الناس يعني على على ايفنت من كالمسرح مثل المسرح البلاي باك تياتر وقت ندعيهم بس واحد يكون فوق ال 50 فوق ال 60 بلكي يعني بالتاكيد يا مشارك يا ضحيه يا قاعد بالملجا يا بيكون في حضور عاده هودي موجودين وهول بس يقوموا ويحكوا بيكون من جهه بلشوا يطلعوا من المسار القديم اللي كانوا عايشين فيه او من النفق القديم اللي م. عايشين فيه لمسار جديد يعني uh, وهيك انمينا وهيك عم نشتغل مع بعضنا طبعا فقلت مسرح افلام وثائقيه اورال هيستوري تاريخ شفهي ندوات uh, ندوات دايلوج ديال, سيشن اخر مع... فتره من فتره عملت ندوه بالتعاون مع جمعيه الارشاد والاصلاح نعم. كيف كانت هالندوه خبرنا آه، 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 كان عندنا نحن عم نشتغل على يعني مش بس هيك طورنا الموضوع مش بس عم نشتغل على ندوات عم نشتغل كمان على مناطق اللي فيها نزاع م -م. كيف في امكانيه نسهل الارضيه لن... يقدروا الناس تعمل تواصل بينه وبين المحيط تبع فالندوه اللي سويناها مع الارشاد والاصلاح بمنطقه طريق جديده وكمان ببيروت بمارلياس اكثر من ندوه يعني سوينا سوا أم كانت جزء من كانت وما زالت جزء من مشروع الطريق الجديد والمحيط بحيث نقدر نعمل تواصل ما بين المنطقة طريق الجديد والمحيط المختلف سياسيا سي سي <applause> يعني وطائفيا نحاول نخلي الشباب يلتقوا مع بعضهم اجت من هيدا من هيدا المحل ومكملين نعم بدي اطلب منك بختام الحلقه توجه كلمه للي كانوا بالشارع امبارح وكل يوم عم بيكونوا وعم بيسببوا مشاكل و مثل ما عم نشوف يعني بالاخبار آه. آه. وحتى اللي قاعدين ببيوتهم وعم بحركوا كمان من وراء الشاشه والتلفون خليني ما اتفق معك شوي مش هن اللي عم بيسببوا مشاكل، المشاكل كانت موجوده، الانهيار الاقتصادي كان موجود قبل ما ينزلوا على الشارع نعم. وإنهيار البلد بلشت معالمه وكانت تكون موجودة قبل ما ينزلوا الناس على الشارع إذا كان بدي أوجه نصيحة العنف ما ممكن يكون وسيلة لتحقيق المطالب المحققة بالعكس بياخدنا على محل على مهوار بنعمل إعادة تكرار التجربة واللي بينتصر فيها نفس التركيبة اللي سائدة السلمية هي أهم وسيلة لأمكانية تحقيق المطالب كل ما اوغلنا بالعنف كل ما بنوصل لمحل خطر نعم. وبالمناسبه يعني هذه وجهه نظري انا امبارح كنت تحت وكنت عم بحكي نفس الشيء مع مجموعات من الشباب عم و... بتكون موجود على الارض أكيد. معهم كرمال تقوم بمهمه أكيد. و... الجمعيه اكيد صرنا عاملين اكثر من 16 ندوه يعني بال... مع الشباب بس بقول لك انه مش دائما كان الفعل عم بيكون من هالشباب نعم يعني واضح حمام يعني انا مش ما قصدت فيهم بس المتظاهرين يعني انا قصدت فيهم كل اللي موجودين بالشارع يعني العنف بقلب ما قصدت هي نظم. كلهم يعني مع بعض وكل حدا مفكر حاله الصح انا ما بدي فوت على الموضوع <applause> كده <كنت> بس <applause> انه اغلب العنف كان عم بيكون منظم من قبل السلطات نعم وفهمك كفايه كيف بيكون منظم يعني في القدره واللي ما بده يتخلى عن الحد الادنى من مكتسباته عم بحكي كسلطات وكل كل السلطات التوصيف صغير للواقع الحالي هلا في حدا ما عاد قادر يحكم بس ما بدهم يتركوا الحكم نعم اوكي فكيف في امكانيه نعمل تسويه بهالموضوع بدون ما يكلف مجتمعنا خسائر لا. كبيره سلميه هي الاساس بالموضوع بنتمنى انه السلام يحل علينا وانه تقوموا بواجبكم على اقصى ما يكون يعني باكمل وجه يعطيكم يعني الف عافيه شكرا شكرا لاهتمامكم شكرا لاهتمامكم, بهالموضوع وانا عم تابع يعني مع زملائي اللي انعزموا اكثر من مره لهون هذه <applause> آه الروح اللي عم بتحاول كمان يعني نحن آه. اقل شيء انه نقدر نقدم جزء من هالسلام للعالم وللبنان شكرا لكم أهلا شكرا أهلا مشاهدينا لحظات قليله ومن سوا